وصلنا نور لفقرتنا الأخيرة، ومن المعروف أنه فن الرسم والزخرفة على الزجاج من أجمل الفنون والحرف اليدوية القديمة يلي ما زالت موجودة حتى يومنا هذا. من خلال هذا الفن نحن قادرين نحول قطعة عادية من الزجاج للوحة فنية جميلة بأساليب وطرق معينة. رح يخبرنا عنها ضيفنا لليوم شيخ الكار محمد بسام ريحان. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، وتحية لجميع شيوخ الكار اللي عم يحافظوا على هي الحرف التراثية اليدوية ضمن الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. ولما نحكي الزخرفة على الزجاج خلينا نحكي عن هي الحرفة، يعني هي حرفة يدوية تراثية جدا قديمة وعم نشوفها يعني ما زالت رغم ظروف مستمرة. خلينا نحكي عنها وعن أهمية الحفاظ عليها اليوم. نحن تشرفنا فيكم أول شيء. أهلا وسهلا. هي مهنة تراثية قديمة كانت تشتهر فيها دمشق أول عاصمة بالتاريخ. صحيح. طبعا صار في تطورات عليها من زمان، فينيقي لصناعة الزجاج، للتطورات الخزا، التطورات الفخار، كانوا يرسموا شيء حياتهم اليومية على الزخرفة على القطعة الفخارية. فلما اخترعوا الزجاج بلشوا ينقلوا هالزخارف، هي يحطوا تاريخه، يحطوا عهود اللي هن موجودين فيها على هالقطع التراثية. فعنا نحن قطع تراثية مشهورة فيها دمشق وسوريا بشكل عام، هي صناعة الزجاج اليدوي. صح. فطلع حرفيين ومبدعين بلشوا يدبروا هالقطع هي القديمة. طبعا كان مثلا عندنا الانديل الدمشقي، معروف الانديل الدمشقي كان يتعلق بالمساجد، ينوروا فيه المساجد لانه ما كان في كهرباء، فيحطوا فيه زيت السيريج وشعر ينوروا المساجد فيه والدور والبيوت الدمشقيه القديمه. فطبعا لما وجدت الكهرباء التغى هذا، فصفيت قطعه تراثيه لتوارثها الأجيال. هلأ نحن عم نحاول تركيز على القطع القديمة. يعني في بيوتات دمشقية كانت من جهاز العروس لازم يحطوا طقم الزجاج المزخرة، له طراز معين، فطقم العروس معروف بالعائلات الدمشقية بالفيترينات بقصر العظم موجود منه، هذا داخل بجهاز العروس مثل أي قطعة، إن كان سجاد تبريزي ولا سجاد دمشقي، حياكة يدوية، النول يدوي، البروكا. فأنا بالنسبة لي من كان عمري 15 سنة هويت هالمهنة هي وبلشت طور فيها شوي شوي. طبعا نقلت عن كثير عالم ساهموا بتعليمي لهالمهنة هي، طبعا كانوا شيوخ كار بهداك العصر. فكان الأستاذ أديب الجبان الله يرحمه مزخرف وخطاط وخزاف ودارس بالبلد ودارس خارج البلد، وبعدها في خطاط سليمان الحلبي كمان تعلمت عنده الخط العربي، في خطاطين بتعامل أنا وياهم، طورنا المهنة شوي شوي. طبعاً صار في حاجة طلب عليها، صرنا ننقل هذا الموروث الثقافي والحرفي من جيل لجيل. وطبعاً في عالم عم نحاول نعلمها المهنة وعم نبذل جهدنا نحافظ عليها. الله يقويكم. اليوم ما عاد في هالإقبال، في إقبال وفي محبة للمهنة، بس عم يلاقوها شاقة وعدم صعب. المردود المادي لها بسبب هالظروف اللي نحن فيها. تمام، يعني احنا عم نستعرض نماذج لحضرتك، يعطيك ألف عافية. طيب خلينا نحكي عن الأدوات اليوم يلي بتحتاجها هي الحرفة أو المواد اللي بتحتاجها، في صعوبة بتأمين بعض المواد، خلينا نوضح الموضوع. هلا بالنسبة للصعوبة كثير في صعوبة، وخاصة بهالأزمة اللي عاشت فيها سوريا. الحظر المواد الأولية، فكتير نحن بس بما أنه نحن صرنا زمان بهالمهنة
عندنا خبرة بتركيب اللون، تركيب الألوان موجودة، صرنا نحاول نرجع لسابق العهد، فننزل على السوق مثلا متحف باشا في عندنا ألوان، في نوع معين للألوان الأكريليك أو في عندنا ألوان احنا بنستعملها هي كانت بداية دهانات عادية على الباري، أما نحن لما طورنا الشغل صار في شيء اسمه مينا، يعني مينا التنزيل بتفوت القطعة هي على الفرن مشان على الاستعمال ما تتأثر، ما تروح بالاستعمال. صحيح. بس نحن بالخبرة هي القديمة صرنا المادة غير متوفرة نطبقها على إيدنا. وهذا اللي بيسألك عنه، يعني حرفة الرسم على الزجاج من الحرف التراثية الصعبة اللي فعليا حاولتوا تحافظوا عليها وتستمروا فيها، يعني تم استهداف جميع الحواضن يعني التراثية خلال سنوات الحرب من قبل الإرهابيين، وحاولتوا تنقلوا يعني كل ما تمتلكوه لأماكن أخرى وتستمروا بالشغل بهي الحرف. الصعوبات اللي بتواجهكم يعني مثل ما ذكرت هلا، خلينا نحكي عنها وكيف استمريتوا، يعني الجميل بتلاقوا دائما بديل وحلول تستمروا بهذا الشغل، ما بتستسلموا. تمام، هي لانه هي مهنه عشق. العشق دائما بيخلي الانسان مو موضوع مادي، يعني نهايته هو مادي، بس اذا ما كان عاشق لهالمهنه والصبر، بدها صبر، هي المهنه اساسها الصبر لحتى يتعلم الواحد. هلا نحن في ظروف قاسيناها وما زلنا عم نقاسيها، وجود الكهرباء ما عم نقدر نشتغل، نشغل فرن على الكهرباء، يعني نقعد الطلب، السياحة العالم، سياحة البلد، سياحة الوفود الأجنبية كانت هاي كثير بيهتموا فيها. صحيح. الأجانب إن كان زجاج يدوي أو زخرفة يدوي، يعني اليوم قطعة بشكل عام أنت لحالك تشوفيها أنه قطعة تمسكيها بتقولي هاي دمشقية، هيك لحالها، تمسكي قطعة صينية روح اليدوي ما موجودة، يعني في مشتقات بتلاقي نفسك مرتاحة بهالقطعة. صحيح. فنحن عم نحاول قدر المستطاع، يعني يعطيكم ألف عافية، المهنة قدر المستطاع، يعني طلاب عم تلاقوا بدائل، شو البدائل اللي بتلاقوها؟ يعني لما نقول لون ما منه موجود عم تحاولوا تلاقوا لون، فرن ما فيكم تشتغل على الكهرباء، شو الحلول اللي اخترعتوها خلال هالفترة؟ في حلول، نحن تقريبا رجعنا للسابق، صرنا نرسم على البارد. البارد هذا في صار دهانات مقاومة للاستعمال كقطعة تحفة غير قابلة للاستعمال، في مواد معينة عم نركبها على إيدنا ونقعد نشتغل فيها. طبعاً عم نعلم كمان هالطلاب هدول، بتنزل بتجيب هالمادة، بتنزل بتعمل هيك، بتحط هيك، نسبة الخلط بدها حرارة عواط ما تكون مثلاً 550، في حرارة 200، حاولنا قدر المستطاع نوفق بين العصر اللي نحن فيه والعصر السابق اللي كنا موجودة، يعني المواد. تمام. بدي أسألك، شاركت بمعارضة داخلية أو خارجية بمهرجانات؟ خلينا نوضح. أنا من وقت ما كان عمري 15 سنة شاركت بمعرض دمشق الدولي، وما زلت، وأخذنا اليوبيل الفضي وأخذنا البرونزي، يعني الحمد لله، وما زلنا مشاركين، منشارك مع وزارة السياحة، منشارك مع وزارة الثقافة، بخان أسعد باشا، حديقة الزهور، يعني كل مناسبة معارض نحن بنشارك، بنساوي معارض أحيانا متخصصة بالمهن الحرفية بالتعاون مع الاتحاد العام الحرفي، عندنا مجموعة حرفيين، أنا واحد من هالحرفيين اللي بقيانين، يعني الله يقويك يا رب، الكبار بالعمر بقيانين عم نشارك، يعني بأي مناسبة لأننا موجودين. كيف عم تحاول الحفاظ على هي الحرفة؟ من خلال تعليم الطلاب ولا من خلال كمان، يعني سابقا كنا نشوف الشيخ الكاربي ورثها لابنه لحتى تستمر هي المهنة؟ أنا طبعا مثلي مثل أي واحد، الأولاد بيعاونوا الأب، في ناس بيعشقوها المهنة، في ناس بتحبها بس يعني دراستهم بفضلوا الدراسة أكثر. أنا أولادي الحمد لله كلهم بيرسموا معي، يعني بيصير عندي طلب بيرسموا معي، وعندي طلاب بجامعة، عندي طلاب بكالوريا، كلهم بيجوا بيحاولوا أنه
يتدربوا بالزايد شوي يعني، بس بياخذوها مهنه يعني نوع من الهوايه البيتيه يعني اذا كانوا طلاب، لانه بتعرفي هاي المهنه اذا ما كان قعد الواحد عن شيخ كار واخذ عمر طويل هي بدها ممارسه. اكيد صحيح. فكيف اذا عم ياخذوا اكيد من خبره حضرتك. تمام شكرا. فنحن اي سؤال اي حدا بيجي بيسالنا على المهنه من فضل الله ما بنقصر نحن معه. ومثل ما تعلمنا والله نحن عالم الله هيك هيئنا عالم علمونا ولهم فضل ولهم الشكر والله يرحمهم. بداية من والدي يعني هو اللي اكتشف في موهبة الرسم يعني وحطني عند الأشخاص المناسبين. أكيد بالختام بدنا نتشكرك شيخ الكار بس محمد بسام ريحان على وجودك معنا، الله يطول بعمرك ويمدك الصحة ويقويكم، يعطيك ألف عافية. شكرا لك ويعطيك كل العافية والصحة. الله يعافيك. أهلا وسهلا.